طيب بما ان في تعليقات كتير الناس مش فاهمه يعني ايه ابتزاز عاطفي او مش فاهمين المشكله فين، خلينا نشرح المشكله واحده واحده. اولا الابتزاز العاطفي هو صوره من صور الضغط النفسي، اني امثل عبء على اللي قدامي تحت مسمى الحب، يعني احاول استجدي مشاعر الحب منه بالضغط عليه، اما عن طريق التخويف مثلا، ان اقول له ان ربنا هيغضب عليك او ان انت كده انسان عاق او ربنا عمره ما هيبارك لك عشان انت بتزعلني او بتخالف رايي، او احسسه بالسوء عن مشاعري انا السلبيه، يعني احسسه انه السبب في مشاعري السلبيه اللي انا حاسس بيها ومسؤول عنها. ابتدي امثل عليه عبء وضغط شديد من غير ما اخاطب عقله، ولكن بخاطب مشاعره بالابتزاز والضغط الشديد. وابشع صور الابتزاز بتحصل من الاهالي ناحيه ابنائهم، لان ببساطه واحنا صغيرين ما بنعرفش نفرق، ما بنعرفش نقرا المشاعر بكفاءه عاليه، مش بنبقى فاهمين الحدود النفسيه بتاعت اللي قدامي واللي ليا. وكثير من الاباء والامهات بيعتقد ان ولاده ملكه، انهم ملكيه خاصه، فمن حقي اني اضغط عليهم وابتزهم واطلع منهم المشاعر المناسبه ليا زي ما انا شايف. وطبعا مش بنقلل من دور الامومه ولا حجم المسؤوليات الملقاه على عاتقها، ولكن الشخص الناضج الواعي اللي هو الاب او الام هو اللي سايق، هو المسؤول عن تحديد الحقوق والواجبات، يعني هو اللي بيحط الحدود النفسيه لاولاده. برضه المشكله فين؟ يعني نعمل ايه؟ يعني ببساطه شديده لما بتعلم ولادك ان هم مسؤولين عن مشاعرك في الحزن او الغضب، ان هم السبب في انك متضايق او تعبان، او بتحملهم فوق طاقتهم، بتخلق عندهم عقده الاحساس بالذنب، عقده جلد الذات اللي اغلبنا عايش بيها. يكبر وهو عنده ارضاء اخرين، ما يعرفش يقول لا، ما يعرفش يحط حدود لنفسه، لانه طول الوقت معتقد ومصدق انه مسؤول عن مشاعر كل اللي حواليه، انه اي تصرف منه هو تعدي على الاخرين وبيغلس عليهم، بينسى حقوقه، بينسى مساحته الشخصية، وبيقلل من نفسه باستمرار، لأنه كبر وتعود أنه مسؤول عن كل حاجة مش بتاعته. يكبر وجواه اعتقاد أنه لازم يسمع الكلام ويبقى مطيع طول الوقت عشان يستحق الحب، فما يعرفش يقدر نفسه ولا يستقبل التقدير من غيره، ولا يعرف يشوف إنجازاته البسيطة ولا يستمتع بيها ولا يتذوق لها طعم. أكيد محتاجين نعلم ولادنا يحسوا بينا ويحسوا باللي حواليهم، ولكن التعاطف مش بيجي بالابتزاز العاطفي، التعاطف بإنك تعلمهم يستقبلوا مشاعرهم الأول ويحسوا بيها، يفهموا حدودهم ويرسموها، وبعدين يقروا مشاعر الغير. فأنا كأب أو أم عندي ضغط زيادة أو حمل مادي أو حاجة مش قادر عليها، أكيد ينفع أشاركها لهم، بس أشاركها لهم على قد عقلهم، على قد استيعابهم، وعلى قد قدرتهم على الإدراك، محملهمش فوق طاقتهم أو أشيلهم ذنب مش بتاعهم. الطبيعي إن الطفل من حقه يلعب ويكسر ويبوظ عشان يتعلم، لما بمنعه من الأخطاء أنا بمنعه من التجربة وبمنعه من حقه الطبيعي في الحياة. تذكرة أخيرة، إحنا اللي اخترنا نجيب الولاد دول، مش هم اللي اختاروا يجوا، فإحنا مسؤولين عنهم لحد ما يبقوا ناضجين وواعيين وعندهم حرية القرار والاختيار.